الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ شريف برحب بيك في الاستاد. تحياتي استاذ كريم، تحياتي لحضرتك ولكل مستمعي الاستاد ونجوم الفهم. اهلا وسهلا حبيبي، اهلا بيك استاذ شريف. يعني الناس تابعت اكيد القصه من اولها، والناس عارفه الموضوع وصل لحد فين، لكن قول لي كده التفاصيل القصه. هل في استجابه من الالتراز؟ هل الموضوع وصل لانه في يعني قناه فتحت ما بين الاداره والجهات المختصه في القصه دي والالتراز، ولا القصه راحت فين؟ يعني خليني اول طبعا اشكر حضرتك على تناولك لهذا الموضوع، لان الحقيقه موضوع شائك ويحتاج الى علاج. يعني الحقيقه انه في فتره طويله من يمكن بعد 2011 ثم احداث بورسعيد والدفاع الجوي، ولم يكن في تقديري هناك تعاطي مع هذه الازمه كما ينبغي. يعني لم يبذل الجهد الحقيقه الكافي لاحتواء هذه الازمه ولتقويم هؤلاء الشباب. يعني من يخرج منهم عن النص بالتاكيد بنتعامل معه بالقانون، لكن بعضهم اللي عنده يعني طاقه زياده، اللي عنده حماسه، بتصور انه كانت بعض المؤسسات والانديه تقدر تطوع هذه الحماسه وهذه الطاقه للخير زي ما بنقول، للتشجيع المثالي والروح الرياضيه القويمه. يعني حلو. فيما يتعلق بماتش منانا، الحقيقه ان مجلس اداره النادي الاهلي النهارده اجتمعه، وده اجتماعه الاول بعد هذه الاحداث، وكان غالب على الاجتماع طبعا مناقشه يعني هذه الاحداث وازاي نتلافيها او نتلافاها في المستقبل، نظرا لان حضور الجماهير طبعا كما تعلم كريم بيمثل يعني امر لابد منه. يعني مش حاجه يعني مش حاجه طبيعيه انه يحصل كوره من غير جمهور. صحيح يعني صحيح. والنادي الاهلي اكبر المتضررين الحقيقه من غياب الجماهير، وبذل جهد كبير جدا خلال الاسابيع والشهور الماضيه من اجل اللعب في استاد القاهره بحضور جماهيري لتعود الحياه الى سابق عهدها. بقى يعني مصر كلها الحقيقه عادت زي ما بنقول، وعادت شمسها الذهب يعني، والبلد انطلقت. فالحقيقه كنا محتاجين نستكملها بهذه الصوره الرياضيه الممتعه والمنافسات، خاصه انه الرياضه بتمثل مصدر سعاده للشعب المصري. طبعا مش عايز اكلم. طبعا الحقيقه انه الاجهزه الامنيه، ودي كلمه حق يجب ان تقال، تعاونت جدا مع النادي الاهلي، واستجاب وزير الداخليه وقطاع امن القاهره لطلب النادي الاهلي، رغم ان القاهره في هذا التوقيت كانت بتشهد زياره مهمه لولي عهد السعوديه وتحركات وما الى ذلك. ورغم ذلك الحقيقه في نفس اليوم 6/3 لعبنا المباراه، والامور مشيت بشكل كويس جدا لغايه الاحداث اللي كنا تابعناها، وكانت احداث مؤسفه وغير مبرره على الاطلاق. بالظبط. الحقيقه انه النادي الاهلي يعني كان في غايه الاستياء، كابتن محمود خطيب واصدر بيان بيرفض فيه هذه الاحداث وبيرفض الاساءه للدوله، وقال انه الاولاد دول بيرجعونا تاني المربع رقم واحد، الوقت اللي احنا بنطلع فيه خطوه قدامهم بيرجعونا فيه 100 خطوه لورا، وخصوصا الحقيقه انه ما فيش سبب ابدا خالص دفعهم بالاقدام على مثل هذه الخطوه. بالظبط. علشان كده الحقيقه هيئه استاد القاهره تقدمت ببلاغ، والاجهزه الامنيه القت القبض على عدد من المشاركين في هذا الشغب، وتعرضوا على نيابه مدينه نصر، ثم احيل الموضوع الى نيابه امن الدوله العليا. وده الحقيقه مؤشر خطير، لانه لو حضرتك قريت البيان رغم انه كان مقتضب الخاص بمعالي النائب العام اللي بيقول فيه انه ما اقدم عليه هؤلاء هو امر منبت الصله عن تشجيع النادي الاهلي، اذا الامر له علاقه باهداف اخرى. حلو. وده شيء كمان يبقى في منتهى الخطوره، اذا في حد داخل وسط الولاد دول، في حد مسيسهم. طب ده من زمان يعني الموضوع في 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 طبعا عرق سياسي جوه القصه يعني. بالظبط. مش كلهم طبعا، في أكيد. بعضهم، لان هم مجموعات منقسمه على بعض يعني. حلو. فالان في عدد كبير ملقى القبض عليه. اللافت بقى في هذه القصه كريم انه الحقيقه الولاد راحوا اعترفوا على اللي محرضهم، على اللي كان عاوز يدخل يعني يعمل اثاره ويحتك بالامن. حلو. هو ولد يعني انا ما اعرفش اسمه ايه، لكنه هربان، واحد من الكبوهات المؤثره بتاعتهم. وانا بعتقد انه بعد ما صدر له امر ضبط الاحضار ان شاء الله لما يقع في ايدي الامن اكيد هيكون عنده تفاصيل كتير. اكيد الاجهزه الامنيه الان توفر عندها كتير من المعلومات، اجهزه التحقيق الان بتعمل حوالي النهار في مكتب النائب العام. وبالتالي بمجرد صدور قرار الاحاله نتمنى بس انه بعض الاشخاص الموقوفين من الشباب اذا ما كانش في بعضهم مشارك في اعمال الشغب والتخريب انه يعني زي ما بنقول لا يظلم او يؤخذ بجريره. طبعا طبعا ما يتاخدش العاطل بالباطل. يعني لو حد اجرم فعلا طبعا يتاخد ويتعاقب، لكن لو حد اتظلم في النص اكيد ما نرضاش لاي حد يعني. لكن هل كان في لغه يعني في استجابه من الشباب انه يعني في غلط حصل؟ و الحقيقه احنا مش على تواصل كنادي مع الشباب طبعاً. لكن المعلومات اللي بتوصلنا من التحقيقات يعني، خصوصا انه اللجنه المسؤوله عن اداره المباريات في النادي الاهلي، ودي كانت برئاسه المدير التنفيذي للنادي كابتن محمد مرجان، ذهبت للنيابه وتم استدعاء بعضهم، وبعضهم على سبيل الاستشهاد والاستدلال، وقالوا يعني كل ما لديهم من معلومات. وكمان
قالوا ازاي او عرضوا ازاي تم توزيع التذاكر، لانه الاهلي كان حريص الحقيقه ان يكون في شفافيه في قصه توزيع التذاكر، وطرح 2500 تذكره على شبكه الاونلاين للشباب اللي مسجلين اسمائهم وبياناتهم، و2500 للاعضاء. ففي بعض الولاد طبعا قدروا يندسوا، هل هم كانوا مسجلين على الشبكه، في بعضهم التل اللي دخل بدون تذاكر اصلا. كل ده التحقيقات هتظهر الحقيقه. طبعا انت عندك مشكله طبعا، النهارده انت مطالب انك يعني تدفع تلافيات الاستاد، اكيد، وهتتوقع عليك غرامه من الكام. النهارده المدير التنفيذي مثلا بيقول لي انا لو دخلتك الوقت الاداره الماليه ومن وقت الالتراس ما تم تشكيله سنه 2007 عملنا حصر لحجم الغرامات والمخالفات اللي النادي الاهلي دفعها تقدر بالملايين كده. طبعا مش عايز اخليها يعني فاذا مش كوره وما فيش كده فرق رياضه في الدنيا، ومفيش جمهور بيضر نادي، يعني في الاخر انا رايح افيد ناديه واشجعه وبتاع، مش رايح اكلفه فلوس يعني. عشان كده مجلس اداره النادي الاهلي النهارده في اجتماعه خد مجموعه قرارات، وكان الكابتن محمود الخطيب الحقيقه حريص على انه يوجه كلمه للجمهور والاعضاء بنفسه، وطلع يعني قرأ او اعلن بيان النادي الاهلي اللي الحقيقه تضمن مره اخرى رفض تام لهذه الافعال، وتاكيد على انه الاهلي مؤسسه كبيره من مؤسسات الدوله المصريه ونحترم كل رموزها ومؤسساتها طبعا، واصدر اربع قرارات، اولهم طبعا تشكيل لجنه قانونيه والشؤون القانونيه في النادي لمتابعه عمليه التحقيقات علشان يشوفوا اذا كان في شباب متورط في هذا الامر، يعني المتورطين القانون سياخذ مجراه طبعا. طبعا مش عايز كلام حاجتهم الى المحاكمه، اما غير المتورطين من البراءه يعني او الابرياء فالنادي هيوفر لهم الدعم والمسانده القانونيه حتى لا يظلم شاب صغير بريء يعني. رقم اثنين بالنسبه للابرياء منهم يعني طبعا. رقم اثنين تم تشكيل لجنه للعمل مره اخرى على تنقية قاعدة البيانات وتأمين عمليات التذاكر والدعوات بشكل عشان توصل للي يستحق الدخول، مش أي حد بالضبط كده. يعني تروح تدفع بقى التذكرة فوري، صورتك تبقى على ظهر التذكرة، يعني الحقيقة في أفكار يبقى ليها شكل طبعا طبعا، وده مهم جدا. حلو. رقم ثلاثة، احنا متعاقدين بالأساس مع شركة أمن كوبرا، هنبدأ نفعل هذا العقد علشان يتواجدوا بكثافة وبشكل أكبر داخل الملاعب والصالات لتأمين المباريات يعني، وتكون وتقع عليهم المسؤولية كاملة في حتة التنظيم. حلو. رقم أربعة، وده اللي أنا شايفه يعني شيء مهم، هو من يثبت بحقه التورط في الهتافات المسيئة أو في التخريب من دخول مباريات النادي الاهلي وكل انشطته لمده 3 سنوات على الاقل. جميل جميل، وده مهم جدا عشان فعلا اللي يتعاقب يبقى عارف ان العقاب في حاجه يعني ملموسه يعني. بالظبط. وفي نفس الوقت الحقيقه هيفتح خط مع وزاره الشباب ووزاره التعليم يشوف النادي الاهلي بكل جمهوره وكل قيامه يقدر يساعد ازاي جماهير كره القدم المصريه من خلال يعني حث النشء والشباب بالذات في مراكز الشباب وفي المدارس على يعني اعداد برنامج أخلاقي يعلم الولاد الانتماء، الحفاظ على مقدرات الوطن زي ما بنقول، إزاي يروحوا يشجعهم بروح رياضية عالية بعيدا عن السباب والألفاظ تدخل بيوتنا، لأنه هو ده الهدف من الممارسة الرياضية بالأساس يعني، السمو بالروح. أتمنى والله يا أستاذ شريف أنه فعلا يبقى التشجيع تشجيع، أنا رايح أشجع في ماتش كورة يبقى رايح أتكلم في الكورة، مش رايح بقى أشتم ده وأتكلم على ده وأكسر كرسي وأعمل حاجة، ده يعني في العالم كله ما بيحصلش غير في البلاد قد تكون فيها بعض الشيء من ال، مش عايز يعني اغلط في حد، لكن في الاخر هي دي مش يعني مش ده الطبيعي. فنتمنى ان شاء الله انه تكون دي البدايه لتحسن العلاقه ما بين الجماعه او المجموعه، مش عايز اقول عليها زي ما الناس بتقعد تتكلم عليهم، هم في منهم زي ما حضرتك قلت انه في منهم ناس كتيره كويسه جدا وناس كتيره متاخده في الرجلين بالبلدي كده، لكن في الاخر اتمنى ان العلاقه بسبب الازمه دي تتحسن ما بينهم وبين كل الجهات التانيه. اتمنى احنا بنعول على المنصات الاعلاميه المحترمه والاعلاميين المحترمين لهم تاثير زي حضرتك كده. شكرك جدا يا استاذ، لانه فعلا في النهايه دول في النهايه اولاد مصر. طبعا طبعا هم طبعًا. مغرر بيهم او وقعوا فريسه لتمويل او لجماعه او لطيار او ما الى ذلك. هل في فرصه لتقويمهم؟ اعتقد وعودتهم الى الصف الوطني مره اخرى، شايف ده شيء مهم جدا. مهم جدا فعلا. اذا ما كانش في فرصه والله خلاص يبقى خلاص، يبقى احنا عملنا اللي علينا وخلاص، انت في الاخر اتحمل غلطك انك مش هتحضر ماتشات كوره تاني. وكمان ده ما يقلقناش ويعمل لنا رعب يا استاذ كريم، مصر بلد كبيره وفيها جهاز امني قوي. طبعًا. الشغف ده موجود في كل ملاعب الدنيا. بالزبط. وبعدين اللي يخطئ يتحاسب بالقانون، وعندنا النصوص القانونيه كافيه، وينبغي ان احنا نعود مره اخرى الى الاستاد والى المدرجات وتحضر الاسر المصريه ونستمتع
زي ما شفنا في 2006 و2008 كانت شيء مبهر الحقيقه اللي بنشوفه في استاد القاهره لو حضرتك فاكر. طبعا حاجه كانت عظيمه يعني. وكان جمهور كوره بجد رايح يشجع كوره. اتمنى ان شاء الله احنا نشوفه تاني لانه فعلا الاستاد من غير جمهور ناقصه حاجه. استاذ شريف انا بشكرك جدا على توضيح الامور حياتي. وبشكرك جدا على وجودك معايا على التليفون. بشكرك جدا. شكرا جزيلا. بشكرك. شكرا جزيلا. مع السلامه.